أهلا وسهلا، كثير سألني منكم بخصوص حرف الجي في الإسبانية، متى ينطق خا؟ ينطق خا في حالتين، الحالة الأولى لما يجي بعدها حرف الآي، والحالة الثانية لما يجي بعدها حرف الإي. بضرب لكم مثال خليكم معي. مثلا أحيانا نقول المام يقول لي خير على دريتشا، رح يمين لفين يمينة. الحالة الثانية خنتي، خنتي يعني ناس بشر، خنتي وبس والله. لايك سبسكرايب شير. أهلا وسهلا، تذكرون معلومة الجي كيف تنطق خا في الإسبانية؟ هذه معلومة ثانية، السي تنطق ثا في الإسبانية لما يجي بعدها آي أو إي. بضرب لكم مثال عليها أيضا. المثال الأول ثيني، ثيني يعني سينما، ثيني. والمثال الثاني ثيرو، ثيرو صفر. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche.